أنا ما عم أقول أن الإنسان منزه عن الحزن كالزبيب منكون، وخاصة في المصائب الكبرى، وأكيد بيناتنا في أكثر من شخص فقدوا أولادهم صغار. تبارك الله إلهنا كل حين آن وكل آن وإلى دهر الداهرين، آمين. الحزن والقلق، الخوف والاضطراب والألم نتيجة حتمية للخطيئة. الإنسان خلق في الفرح في الفردوس دون آلام ودون اضطرابات ودون ألم، والطبيعي أن يكون الإنسان في الفرح وليس في الحزن، ولا في الشدة ولا في الضيق ولا في القهر ولا في الجوع ولا في الأوبئة. الطبيعي أن يكون الإنسان في حالة فردوسية، ومن أجل هذا خلق الإنسان لكي يكون في الفرح، لكي يكون في الحياة، ولا لأن يكون في الموت في الاضطراب. فإذا ما نحن عليه من آلام كثيرة في دنيا الأرض هو أمر طارئ، هو أمر دخيل دخل على الطبيعة الإنسانية بفعل السقوط، بفعل الخطيئة التي اجترمها آدم، أي كل إنسان آدمي، لأن الإنسان يجنح منذ حداثته إلى أن يبتعد. فإذا الابتعاد عن الله جعل منا في حالة أخرى، في حالة ظلمة، في حالة سقوط، في حالة اهتراء. وما سأقوله اليوم غير مألوف على مسامعكم، ولكنها هذه هي الحقيقة الإيمانية التي نحن نؤمن بها. المسيح عندما رأى أن الإنسان متغرب عن واقعه، عن طبيعته، عن فرحه، عندما رآه بعيداً عن حضور الله فيه بسبب المعصية، بسبب الخطيئة، وكلنا خطأ، حتى ما نكب الشغل على آدم فقط، عندما رآه هكذا حزن عليه، رق عليه، رأى أن الإنسان صار بعيداً. فما كان عليه لهذا الإله المحب الذي هو إلهنا الحقيقي، الذي خلقنا لكي نكون هنا لا لأن نكون هنا، إلا أن وجد طريقة لاستعادتنا، وجد طريقة لاستعادتنا، الطريقة غير المقبولة من قبلنا لاستعادتنا هو الموت. الموت ليس لعنة للطبيعة البشرية، وليس قصاصا كما يعتقد البعض. الموت في إيماننا نحن معشر المسيحيين بحسب قول الرب يسوع المسيح لنا، الموت هو رحمة، استعادة. الإنسان خرج فما عليه إلا أن يعود إلى الفردوس، فلو بقي الإنسان في جسدانيته دون موت لكان هذا الإنسان مستشر في الألم وفي الخطيئة، كما ترون أن البؤس يحيط بنا جميعا، ليس في حالات محددة وفي مصائب محددة، إنما في كل أحوالنا، إنما نحن في حالة غربة، نئن من الداخل، الجميع متألم. والناس اليوم بتجي بتصلي لكي تعود إلى الله لا لكي تبقى متغربة عنه. فالمسيح يسوع قرر أن ينزل إلى أرضنا لكي يختطفنا من فم هذا الذي يسميه الموت، لكي يعيدنا إليه بالموت. فمن أجل هذا نقول أن المسيح قد وطئ الموت بالموت، يعني المسيح دخل الموت لكي يسود على الموت، لكي ينتشلنا من قبضة الموت وكي يعيدنا إلى فوق. فغدا الموت عندنا فرحة. الأناس الذين آمنوا بالله في الماضي بقوة وبصلابة، والذين ليسوا مثلي، يعني كانوا منزهين عن الأرض غير متعلقين بالأرض، كانوا يشتاقون إلى أن يعودوا إليه بأسرع وقت ممكن. وعندما كان يموت إنسان حتى ولو كان شاب في دنيا الأديار، كان يقف رئيس الدير لكي يتقبل التعازي، يأتوا إليه أولئك الذين يريدون أن يعزوا، يقولون له الله يرحمه، كان يجيب إلا عقبالك،
يعني إن شاء الله أنت بتكون أول واحد. فكانت البسمة على ثغورهم لأنهم يعتقدون بأن الموت استرجاع للإنسان إلى حضرة الرب. أنا ما عم أقول أن الإنسان منزه عن الحزن، كذابين منكون، وخاصة في المصائب الكبرى، وأكيد بيناتنا في أكثر من شخص فقدوا أولادهم صغار، ولكن استعيدت أنفاسكم عندما آمنتم بأن اختطاف الموت لنا لابد أن يعود المسيح من اختطافنا بالموت إلى أن يعيدنا إلى السماء. فمن أجل هذا كان يقولوا عقبالك يعني يرتجون له أن يرتحل أسرع. طبعا نحن ما منشجع الموت الانتحاري لأنه بيكون الإنسان عم يعمل مشيئته في الموضوع، ولكن عندما يأتي الموت بسبب أي وما كان السبب إنما يستعيدنا إلى فوق. وحتى أكد لكم أنه كلمتي فيها حق، اليوم نعيد مش بالصدفة، نحن نعيد للقديس توما الرسول، واليوم عيد للقديس توما، وأعتقد أن عناية إلهية قد أوجدتنا اليوم سوية أن هذا توما الذي كان شريكا مع المسيح في عشائه على المائدة إنما سقط في لحظات الحزن بالخوف والتردد، سقط إلى تحت لكي يقول لنا أن كلنا معرضون أن نسقط، وما حدا منا يفتكر حاله فوق راسه خيمة أو أنه قوي، ما حدا قوي. ولكن المسيح بعد أن سقط توما بالشك وبالخوف وخاصة من الموت، أنه إلهي بيموت، هذا اللي أنا أناشده أن يقيمني هو بيموت، شك. ولكن عندما قال له أحدهم أن المسيح قد ظهر إلينا وأنت لم تكن، قال لهم بدي شوفه، بدي حط إصبعي بالجرح، فأكد له المسيح أنه سينال ووضع إصبعه في جرح المسيح القائم وليس المائد، وحينها انتشل بشص الموت اللي هي السنارة تبع الموت، انتشل إلى أعلى ملكوت السماوات. ما أجملك يا توما أنه بعد ما آمنت أصبحت كارزاً لله مبشراً له في كل أصقاع الأرض، لدرجة أنك لم تبخل بحياتك من أجله، وأصبحت رسولاً تفوق الكثيرين من أترابك في دنيا الأرض. قلت هذه الكلمات لكي أقول لكم أن الحزن في وقته حق. مريم العذراء انتحبت على وحيدها، ولكنها بعدها انتشلت بتعزية القيامة، بتعزية الرجاء، بتعزية الإيمان، انتشلت من حزن إلى دفع للناس للفرح حتى الموت. فأنا معك ربي في لحظات ضعفي وفي لحظات قوتي، فلا تهملني واجعلني بنعمتك منتشل إلى فوق لكي أرى الموت رحمة لا لعنة. المسيح قام.